أيضاً إلى شباب المدينة والأجيال الصاعدة إن قيم الاجتهاد والتفاني والصبر والمثابرة والاستقامة هي مفتاح النجاح. خليفة الإنسانية ولله كوني خالصة النية، فنحن نطلب من رب البرية أن يحفظ العزيزة فوزية ويحقق أهدافها الدنيوية. يا بوغريان اللي كما حضرتوا معنا المحتفى بها اليوم، أنا كنت جد فخورة بهذا التكريم لأن ثقافة الاعتراف هي وسام على صدري، وخصوصا هذه المدينة التي أعطتني الكثير. أول شيء هو أنجبت فيها أولادي، ثاني شيء أنني كانت تجربة وفرصة لي للتعلم عدة أشياء، ومن بينهم ومن أسماهم أنني تعلمت من المرأة المقاومة، من المرأة الزمورية المقاومة، تعلمت يعني النضال من أجل الوطن وحب الوطن. ومؤلفي الذي كان سنة 2002 عن دور المرأة الزمورية في مقاومة الاستعمار أعطاني الكثير، وأعطاني رسالة هي أن كيف هذه المرأة الأمية استطاعت أن تضحي بالغالي والنفيس عن بلدها، ولم لا أنا التي أعيش في بلد السلم والسلام أن أخدم هذا الوطن عن طريق خدمة المدينة وخدمة الإقليم. فخورة بتواجدي الآن في دار الشباب 20 غشت، وشاكرة وممتنة لجميع من حج إلى هذه القاعة، خصوصا الأصدقاء اللي شاركت معهم مهنة اللي كتعرفوا أنني كنت آخر محطة كانت عندي هي مندوبة جهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وأصدقاء كذلك من مدينة الرباط وسلا، وفاعلين جمعويين من مدينة القنيطرة. هذا إن دل على شيء دل على حب الناس لهذه الإنسانة اللي أمامكم، واعتز بنفسي كذلك لأنني استطعت أن أوحد صفوف المجتمع المدني الخميسي، لأن هذا الحفل هو كانت رسالة قوية من المجتمع المدني الذي بين وأكد أنه يدا على يد نخدم كما قلت في الكلمة مغرب الغد. وهذا الالتحام، وخصوصا لما رأيت في القاعة جمعويين يعني قيدومين جمعويين بمدينة الخميسات والشباب اليوم، كنت جد مسرورة. وكانت رسالتي للجميع هو أننا نسمحوا في الأنانية الذاتية وفي الصراعات الثنائية، أو المهم يعني خصنا نتحدوا ونوحدوا الصفوف ونخدموا واحد الوطن ونحبوا واحد الشريحة المجتمع اللي محتاجة لنا. اليوم كنعتز به أيضا لتواجد الإعلاميين وجميع تقريبا المنابر اللي واكبوني واكبوا الأنشطة ديالنا، لا في المندوبية السامية ولا في العمل ديال المنتدى النسائي للتنمية والتضامن، وكذلك الشكر الموصول للسيد العامل على هذا الكلمة الذي قالها السيد الباشا، وحضور السلطة ورجال السلطة والمنتخبين والمجتمع المدني، وهذا التوحيد، وأقول التوحيد لأن كما عبرت عليها في الكلمة ديالي أنها كانت لوحة فنية فيها جميع الفئات ديال المجتمع المدني. وبهذه المناسبة أحييهم أحييهم جميعا، وأقول لهم هذا التكريم هو وسام على صدري وقوة وشحنة للعمل أيضا، لأن البعض يطرح السؤال لماذا فوزية بوغريان أخذ التقاعد. التقاعد لا يعني أننا تقاعدنا من العمل أو من الكفاحة والنضال، نحن لازلنا سنترافع عن القضية الوطنية، ولازلنا نهتم بالمرأة التي تعيش في ظروف صعبة، وكذلك الناشئة وتعليم الأجيال الصاعدة، تعليمهم يعني حب المواطنة. وكذلك أود أن أقول رسالة في الأخير لشبابنا اليوم، وأن المثابرة، قيم المثابرة وقيم الاجتهاد والصبر والاستمرار هي مفتاح النجاح. لكي تصل إلى الهدف يجب
أن تصبر وتصبر ثم تصبر. عرفت كثيرا في مدينة الخميسات أو إقليم الخميسات بعض الإكراهات بعض الصعوبات، ولكن في نفس الوقت عرفت وسمعت تصفيقات المحبين وتصفيقات المشجعين. شكرا للجميع، وأتمنى يعني هذا التكريم يخليني أنني أفكر وأفكر كثيرا في مساري إن شاء الله الجمعوي. وأقول لمن يتابعني أنني تشرفت مؤخرا برئاسة المركز الجهوي للنساء في وضعية صعبة، وأتمنى أن يوفقني الله سبحانه وتعالى، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.